تنفيذا للإجراءات المقررة من طرف السلطات العليا في البلد، استكملت اليوم أولى إجراءات العزل الاحترازي الخاصة بالمواطنين القادمين من الخارج. والعينة كانت من فندق مازافرون بالعاصمة الذي استقبل 746 نزيلا امتثلوا لإجراءات العزل الاحترازي بعد قدومهم إلى الوطن. السادسة صباحا قمنا بالإجراءات لتسريح المواطنين لتحضير النزل لاستلام دفعة ثانية، والدفعة الثانية سوف نقوم باستقبالها هذا المساء ابتداء من الساعة السادسة مساء. عندنا ثلاث رحلات جوية راح تجينا من تركيا على متنها بالضبط 740 مواطن، وغدا إن شاء الله سوف نستلم دفعة أخرى يتم توجيهها إلى الفنادق الأخرى. تنفيذا لتعليمات السلطات العليا وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية فيما يخص التكفل بالمسافرين العالقين على مستوى المطارات والموانئ وكذلك الحدود البرية الشرقية، تم التكفل منذ بداية العملية إلى يومنا هذا أكثر من 6800 مسافر على مستوى 18 ولاية، وانخصت أكثر من 60 مؤسسة فندقية. هذه العملية تمت بالتنسيق التام والمحكم مع السلطات الولائية. وتتواصل إجراءات تحضير المرفق الفندقي لاستقبال دفعة أخرى من المواطنين هذا المساء والقادمين من إسطنبول تركيا، تضم 740 مواطنا بالإضافة إلى دفعات أخرى يستقبلها فندق الرياض وسيدي فرج.